بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو قصير جدا جدا عن المحاضرة اللي جاية ان شاء الله تعالى. احنا الحمد لله خلصنا الاي دي تي وان شاء الله تعالى هينزل لها فيديو قريب. الكلام دلوقتي عايز اوري حضرتك بس نبذة سريعة كده عن المحاضرة اللي عليها الدور ان شاء الله، الاريز. محاضرة الاريز لما قلنا هناخد اريز، فبعض الناس تبص لي وتقول لي طب لازمتها الاريز، ما احنا عندنا البايثون فيها ليست كويس واقدر اعمل 2D ليست، يعني 2D اريز اسيميوليت القصة دي بان اعمل ليست اوف ليستس. فقلت له مظبوط، بس البرفورمانس مختلف تماما ما بين البايثون ليستس وبين النيتيف اريز. فبص لي وايه مش مقتنع يعني. تعالى انا مش هتكلم في كود خالص النهارده، هتكلم بس عن اكزامبل صغير قوي اللي هو الكونويز جيم اوف لايف. ده ماثيماتيشن كويس، عمل جيم صغير كده اللي هو سيميوليشن بتاعه اللي على اليمين ده، مجموعه بسيطه من الرولز. حلو، بيقول ايه؟ طبعا هو هنا بيتعامل مع الـ مع اللايف دي على ان هي ماتريكس 2D. فبيقول ايه؟ بيقول اني لايف سيل، وهنا لايف سيل اللي هي سيميوليتد باللون الاسود ده. فاني لايف سيل with fewer than two live neighbors، حواليها اقل من 2 live neighbors بتموت. كويس، وده بيسميه اندر بوبوليشن. اني لايف سيل with two or three live neighbors هتعيش كويس تكمل لنكست جينيريشن. اني لايف سيل with more than three live neighbors هتموت، ده بيسميه اوفر بوبوليشن. كويس، واني ديد سيل لو جه حواليها 3 live neighbors تصحى تاني. فبتلاقي على سبيل المثال المربع اللي على اليمين ده بيفضل كده لحد ما يجي حواليه شويه ناس فيبدا يتحرك وكلام من ده. طيب هن implement الكلام ده ان شاء الله تعالى المحاضره اللي جايه. احنا عندنا 3 طرق في الاريز ان شاء الله تعالى. اول طريقه list of lists اللي هي السطر ده، هتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في محاضرته. كويس، والطريقة التانية هنعمل احنا ان شاء الله كلاس اسمها array بايدينا احنا، والطريقة التالتة ان شاء الله هنستخدم باكج او library اسمها numpy. كويس، فتعال نرن اللايف سيمبل ده. احنا عاملين هنا اللهم لك الحمد جي او اي سيميوليتر كده بيميليت القصة دي. تعالى طبعا مش هنبدأ بمية في مية، هبدأ مثلا 20 في 20، وافتكر ان ده الموديل اللي هو بتاع الايه، اللي هو بتاع البايثون ليست اوف ليستس. كويس، فتعالى نرن البايثون تيرمينال. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس تمام، معلش هي صغيره شويه بس ايه المهم ان الديمو بتاعي هنا شغال كويس جدا. طيب الحمد لله. تعالى عشان ما اضيعش وقت حضرتك ونقعد نسكيل القصه دي، تعالى نرن 100% على طول كده وكنترول اس ونعمل رن بايثون فايل انترمينال. كويس، وهنقعد ننتظر وننتظر وننتظر. طبعا قبل ما اتنقل على حاجه تانية، القصه دي ماشين ديبندنت، يعني الماشين بتاعتي الحاليه هي امكانياتها مش قادره ترن ال 100%. كويس تمام، او خدت الوقت الطويل ده وهي طالعه صغيره هنا. تعالى كده نشيك هي بترن ولا لا، والماشين تبدا بقى ايه تهنج مني وكده يعني. طبعا بيبين لك اللود اللي على الميموري والبروسيسورز وكده. كويس، طيب فهي بترن بس ايه طبعا في صعوبات واضحه يعني. طيب معنى كده ان البرفورمانس بتاعها وحش، وطبعا هنا حتى كنترول سي مش قاري اصلا، لازم كنترول زد اترمينيت البروسيس، لان هو مش قادر حتى ان هو ياخد كيبورد انتربت، مش قادر ان هو يقرا الانبوت بتاع الكيبورد يعني. طب في طرق تانية؟ في، تعالى مثلا نجرب نمباي. نمباي هبدا على طول ب 100% ان شاء الله عشان ما اضيعش وقت حضرتك. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، شوف انت حسبت، شوف خدت وقت قد ايه، وادي القصه ايه قدام حضرتك ما شاء الله شغاله اهي. طيب تعالى كنترول سي الكلام ده، طبعا هنا ايه يتبناه بكل ثانيه، انا عامل بوز كده ثانيه عشان اتفرج على السيميليشن هو شغال. كنترول الله المستعان، كنترول سي. حلو، اخد الكيبورد انتربت. طيب تعالى نطلع طلعه جامده، تعالى نخليها 150 في 150 ونرن. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي ال 150 في 150 وشغاله. كويس، تعالى نخليها بقى 200 واختم بال 200 ان شاء الله تعالى. وزي ما قلت لك القصه دي ماشين ديبندنت وعلى حسب حاله الماشين اصلا حتى يعني. لو انا عشان كنت لسه من شويه عامل ران للديمو الاولاني وكده، فهتلاقي عندي الميموري ايه، الميموري مليانه بشكل غير طبيعي يعني. يعني ده عشان تبقى انت عارف كده معايا، ده البروسيسور والميموري اللي عندي. كويس، وانا كده المفروض اوري حضرتك البروسيسور والميموري في المره الاولى ليست اوف ليستس والمره بتاعه النمباي دي. لكن رغم القصه دي تعالى بقى نخبط الايه ال 200 مره واحده ان شاء الله ونشوف هترن معانا ولا لا. طبعا ال 200 ليست اوف ليستس ما اعتقدش هتشتغل عندي اصلا نهائي. كويس، مهما انتظرت يعني. طيب
بسم الله نرن ال 200 في 200 هتشتغلت الحمد لله والشكر لله ان هو وصلها هنا اهو كويس. وادي ال 200 في 200 وادي الكونويز لايف اوف جيم. بالمناسبه صعوبه القصه دي ان انا بعدي هنا على بيكسل بيكسل كويس، او بقى يعني ايتم ايتم في الماتريكس بتاعتي، وابدا احسب الفاليو بتاعتها من كل الايتمز اللي حواليها. ان شاء الله تعالى نشوف المحاضره الجايه ازاي نحسب الكلام ده، وازاي ان شاء الله نرسم الجراف ده. انتظروا المحاضره القادمه ان شاء الله، بعد محاضره الاي دي تي هتنزل اونلاين ان شاء الله تعالى الاسبوع اللي جاي. واشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.